لمادة غذائية كتير مفيدة ونحن ببلدنا بنحبها كتير اللي هي الخبازة. خلينا نشوف هذا التقرير مهرجان الخبازة ونرجع لكم على طول. صباح الخير مشاهدينا، متواجدين اليوم معكم من الشونة الجنوبية وتحديدا من جمعية أبناء الوادي. تنظم هذه الجمعية مهرجان الخبيز الرابع. خليكم معنا مشاهدينا بهذا التقرير وصباحكم سعيد. كوننا احنا شركاء فاعلين واستراتيجيين ومساهمين في هذا المهرجان الطيب منذ البدايه، منذ الانطلاقه من المهرجان الاول حتى الان المهرجان الرابع. دائما البلديه تحرص على تقديم المساعده لكل المشاريع الخيريه. بشكر القائمين على مهرجان الخبيز الرابع اللي سمح لستاتنا المشاركه في هذا المهرجان. مهرجان جميل جدا، ستاتنا بعرضوا بالمنتوجات منتوجاتهم وتشجيع للستات البيوت بانه الاراده فوق كل شيء وانهم يشتغلوا ويعملوا. الحمد لله رب العالمين دائما وابدا. المشاركة في مهرجان الخبيز الرابع السنة مفرحة ومطمئنة ومبشرة بالخير إن شاء الله. منذ المهرجان الأول إلى الآن كل سنة يزداد عدد الزوار ويزداد عدد المشاركين، وإن شاء الله في السنين القادمة سيكون أيضا أكثر من هذا. هاي المهرجانات مهمة أول شيء للسياحة وللمجتمع المحلي، كون هاي المهرجانات بتعرض منتجات المزارعين في هاي المنطقة ولها دور كبير في تسويق منتجاتهم وتواصلهم مع المستهلكين مباشرة. عندي مطبخ أورجانيك، بحب أشارك مع الجماعة مع الصبايا الحلوين هذول اللي عم يعملوا منتجات من عندهم، كله شغل يدوي وأنا بشارك معاهم وأنا كتير مبسوطة بهذا اليوم كتير حلو.